ماشي بقى انا في حاجات كتير ملاحه عايز تخش الفن فتحدى بيه للصحه لما مصدر الثقافه يقع معها وتتضحك فانا همشي ونادي ماشي بقى انا في حاجات كتير ملاحه فتحدى بيه للصحه حقها وتتضحك فانا همشي ونادي اسمع فتح يا الاباحه وليحيى الكيف والشرب فتح يا الغيبوبه اللي تشمت فينا الغرب فتح يا الكوبايه وليحيى الدبوس والجوب فليحيى التليد العدلي والطين فتح يا الخديعه وليحيى النفاق فليحيى الابتسام وليحيى الاشتقاق فليحيى الشباب وليحيى الجيل الصامت فليحيى الاسفاف وليحيى الفن الهابط فتح يا التفاهه واي حاجه مالها معنى فتح يا الفساد والراجل اللي معنا فتح يا اي ودن رفع انها تسمعنا فتح يا الاباحه فتح يا الفخاد اسود ظهرها مرتاحه فتح يا الكساله والجهاله والكلاحه فليحيى الارهاب والدين مفيهوش سماحه قولوا تحيا الاباحه فتح يا انا احب حاجه الجمهور ده وعايز تقولوا لاخر مره تحيا ايه؟ شكرا كان معاكم احمد هريدي وسادة نصوح مريخ واحكي بيقول حاجة كمان معلش يا إمام هو في تحية لباح بارتو عايزين تسمعوها؟ تحية لباح بارتو هي معلش 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 عشان ما أعيش أحمد حمدي هي مش راب هي جاز أقول لك إيه بقى ناشي فعلا في حاجات كتير مباحة عايز تخش الفن فتقدم إلى ساحة لما مصدر الثقافة يبقى حاحاوي تفاحة فأنا همشي ونادي ممكن اغني بشعر صدري او اغني بصدري بس الفن ده احساس ان شاء الله عنه بحس المشاهد المغيب اللي نلد لسانه اللي مغمض عينيه اللي اتسند ودانه ومش شايف حواليه واقف في مكانه وخلاص مكانه اتاخد ومات بيه اوانه بات من الاكتئاب مات من فرط الفقر واللي مضروب في بطنه واكيد مالوش ضهر واللي عايش في ظلم واللي عايش في قهر واللي عايش على السطح واللي عايش في القعر واللي يجي يقول لك انا هبيع مدبي عشان احسن حالتي عشان اصرف على عيلتي واللي ياخد صحابه اللي باعهم تملي يروح يبعد بكيلو ويجي قرب بالملي واللي يعبد القرش واللي ربي في الكرش واللي يخس واللي نخ واللي يبقى واللي يجلي اللي فيهم خلاوي فيهم حسوس وصيهم واللي تشوفه من نوعية دي تقوم بيهم فيهم طيبة فيهم شرور فيهم أمراض كتيرة منهم الغرور وفيهم فيهم بلادة فيهم بلادة فيهم تناحة ومن هنا بقول تاني تحيا يا شيفا أنا في حاجات كتير مباحة عايز تخش الفن فتقدم الى الساحه ما بصر الثقافه يبقى حقها وتفتحها فانا همشي وحدي شكرا مشروع المريخ ده كان هريدي دلوقتي محمد اسامه بعد محمد اسامه في بيمو وشبكة وخفاجي فممكن التلاتة يجوا يقفوا هنا عشان نسهل موضوع المشي كتير أسرع يعني طيب محمد أسامة دلوقتي أنا عايز أقول لكم حكاية كنت حكيتها قبل الثورة زمان هنسمي في الحكاية دي مصر هنسميها عليا وأمريكا هنسميها ماما أمريكا والعراق هنسميها موسكية تمام؟ في حد هنا كان عاجبه حال البلد قبل الثورة؟ كان عاجبكم حال البلد يعني؟ أنا بقى مش عاجبني حال البلد واللي بيحصل فيها لو مهما عملوا كتير نظرتي مش هتتغير ليها هي صحيح بلدي وأنا اتولدت فيها بس لما تهان في بلدي ويبقى عليها وطيها وما الاقي زبالة والتعليم بايظ فيها والصحة ضربة وعاملين لي بلوا عليها ارجعي يقولوا لي بلدك ولازم تعيش فيها واما حولت الهرب قالوا دي غير شرعيه قلت طب ايه الحل
ردت عليا عليا بنت الاكابر اللي بتطبق الديمقراطيه. قالت لي انت مين يعني عشان تتكلم عليا؟ قلت لها انا الشعب، انا الشعب، والشعب قايل ليا روح لها وقول لها ما ترحمينا بقى يا وليه. ردت وقالت اسكت، الكلمه دي مش ليا، الكلمه للي خلاكوا رافعين عليا قضيه، رافضين حالكوا وباصين لغيركوا، ما بتفكروش ابدا فيا. قلت لها نفكر فيكي، نفكر فيكي، ده احنا بندعي عليكي من اللي انت عاملاه فينا، نفسنا في عيشه سويه. قعدنا نتكلم كتير، وفي الاخر عدت عليا ماما امريكا وقالت لي تعالى يا حبيبي ليا. رفضت بسرعه عليا وقالت لها يا مفتريه، انت مش شايف اللي عاملاه في الست ام زكيه؟ قلت لها احسن من اللي عملتيه فيا، رشوه وذل ومحسوبيه وضعف واهانه وبلطجيه. هناك عند امريكا كلنا شايلين المسؤوليه، مش جايبين لنا حد يتحكم فيكي وفيا. امريكا دي بلد الحريه، مش بلد تطلع فيها عينيا. زهقت وقالت امشي مسيرك ترجع ليا. قلت لها عمري ما هرجع غير بعد موتك عليا. رحت امريكا ويا ريتني ما رحت من اللي حصل هناك فيا، رددت ربنا وخليته يلعن ويلعن فيا. في الاخر قلت معقوله ارجع تاني عليا؟ واما رجعت لها لقيتها حالتها زي ما هي. شكرا. بطل محمد اسامه. بيبو. طيب بيبو؟ لا. ايوه طب يلا. كل حاجه دي 3 دقايق، اوكي؟ عشان كلنا نصدع، اوكي؟ بيبو. يا شباب انا هقول قصيده عن الغرور. دي بنت كانت كاتبه زي 3 ابيات كده عن الغرور، بتقول ايه؟ انا لم ولن اكون لعبه لرجل تتحكم به الاهواء. انا من عرفني تصاب نفسه بالغرور والكبرياء، ويكفيه انه عرفني لذلك يقف لي بالانحناء. تمام؟ انا هرد عليها ولا ايه بقى؟ عجبا، من انت يا من كنت يوما تتمنين فقط رؤياي؟ عندما اقول كلماتي تستمعين الي بكل اعتناء، وتنتظرين مني كلمه لتعطي لك بعض الاهتمام، ولست ابدا من انحني لك ولا لغيرك، بل انا الذي علمتك انت معنى الانحناء. انا كنت داخل مسابقه قبل كده في قصيده اسمها حكام العرب، وما اخدتش مركز. انا عايزكم بس تسمعوها وتقيموني، مش هاممني راي التحكيم. تمام؟ ابكي ضاحكا على حكامنا، حكام العرب ازمى، لا صوت لهم لا اسمع، فإن كنت أصم فأخبروني لأكون كفيفا بيدي ولا عليهم العين تدمع. يبدأون قولهم بالسادة الكرام، وأنا أبدأ قولي بحكام الخزي والعار، فإن أردت أن تكون غافلا عن الحقيقة فلا تستمع إلي وقم الآن وارحل. أرى هنالك سلطانا وملكا ورئيس، ولا أرى أحدا منهم للخلافة وريس. أجيبوني بصوت عال، أأنتم رجال أم تحملون بأسمائكم تاء التأنيس؟ صمتت كل الأفواه لتستمع إلى أقوالكم، فما كنتم قادرين إلا على أبناء شعوبكم يحرقون اسم الله ويسبون الرسول، وأنتم للمصالح الدولية خارقون. كلا لا نقدر عليهم فإنهم حقا خارقون، عاهرات أمام المساجد ينددون، لا لأخلاقكم، لا لدينكم، لا لمحمد، فماذا أنتم بفاعلون؟ صار البعض منكم مغرمون بالنساء والزنا والمال، وآخرون يسعون للسلطة ويفعلون بها ما يحلو لهم سواء شئت أم لم تشاء. لا يعلمون أن كل ذلك من حب الشهوات،
فما أقبح من أن تكون عالما وتصنف في تصنيف الجهلاء. هكذا أنتم، فإذ كنتم رأيتم وعلمتم كنتم دافعتم عن دينكم، كنتم قادمتم على تحرير بلادكم لا أن تكونوا عملاء عند الذين يدنسون ويستحيون نساءكم. لا أريد منكم تحرير الأقصى، فإن ذلك الأمر يحتاج فقط لرجلا تغازلتم وتراجعتم فيه، ولكن للبيت رب هو يحميه. تلك هي حقيقتكم، اسعوا وراء المال والنساء، أغلقوا بأيديكم جميع الأبواب، وعندما يأمركم بشيء تقولون سمعا وطاعة، أطلب ما تشاء، يا لكم حقا من حكام ضعفاء. خذوا بي ودعوني في السجن وقولوا لهم أنه يسب أعظم الحكام، ولا تقولوا رجلا كتب ضدنا ووقف ضد القمع في كل مكان. قولوا لحكامنا إن أردتم أن تظلوا خاضعين منفذين لأوامر كل شبان، فسننتزع منكم لقبا حاكما وزعيما، ونهدي لكم لقب العبد الخدام. شكرا. شبكة